أبدأ بالنصح والإرشاد لربة الأسرة أو الأم الراعية للطفل من ناحية الاهتمام والمتابعة له. وبنوزع علاج الديدان للأطفال من عمر سنة إلى عمر 59 شهر. بنشارك كمان في حملات التحصين الموسع، وفي نهاية الشهر نقوم برفع التقارير إلى المرافق الصحية. أقدم الخدمات في مجتمعي عن صحة المجتمع وأهميته، النظافة، تغيير السلوك، أهمية الرضاعة الطبيعية، اكتشاف سوء التغذية الحاد الوخيم والمتوسط. يعني من هنني أخذت معلومات ما كنت أعرف بها. أتمنى أن نحن نأخذ دورات وتدريب أكثر في صحة المجتمع